بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس التواصل اللغوي، تواصل شفهي، الدرس الأول، وهو بعنوان إبداء الرأي لمادة لغتي للصف الرابع الابتدائي الترم الأول. ما معنى إبداء الرأي؟ تعبير الفرد عن رأيه في موقف أو مشكلة أو أمر من الأمور، معتمدا على ما لديه من أفكار ومعتقدات. تعبير الفرد عن رأيه في موقف أو مشكلة أو أمر من الأمور معتمدا على ما لديه من أفكار ومعتقدات. وهناك أمور لا بد من مراعاتها قبل التحدث: الاستعداد للحديث وترتيب الأفكار، أن يكون الحديث باللغة الفصحى اليسيرة، الالتزام بالوقت المحدد للمتحدث، النظر للجمهور والتفاعل معه، توظيف ما تعلمه في الوحدة من معارف وما اكتسبه من رصيد لغوي. أقرأ المواقف الآتية قراءة صامتة وأجيب عن المطلوب. أول شيء، قيام أخي برمي بقايا الطعام على الأرض أثناء خروجنا مع أسرتي في نزهة بحرية. ما رأيكم في هذا؟ أقول: هذا تصرف خطأ. ليه بقى؟ لأنه لم يحافظ على نعمة الطعام التي أنعم الله بها علينا. قطع غصن من شجرة مزهرة من قبل أحد الأطفال. هذا تصرف غير سليم، لأن الأشجار نعمة من نعم الله، ويجب أن نحافظ عليها. تجمع الطلاب حول الباعة الجوالين غير المرخصين لشراء الأطعمة بعد انتهاء اليوم الدراسي. تصرف غير سليم، لأن هذا يعرضهم للمرض، فهذا الطعام مكشوف وغير آمن. هكذا انتهينا من هذا الجزء، باقي الجزء الثاني ننتقل إليه. الذهاب إلى السوق وشراء العنب وأكله مباشرة. تصرف خطأ، ويجب غسل العنب أولا، لأن عليه كيماويات
تضر المعدة، عليه مواد كيماوية تضر المعدة. رمي إحدى الطالبات قطعة من شطيرتها في فناء المدرسة، تصرف خطأ ويجب أن تحافظ على الطعام لأنه من نعم الله علينا. تقديم بعض الأسر المشروبات الغازية مع وجبة الإفطار، تصرف غير سليم صحيا لأنه يزيد السكر في الجسم ويضر الإنسان، فلا يستفيد من الطعام. فترك صنبور الماء مفتوحا أثناء تفريش الأسنان، تصرف خطأ لأن الماء من أعظم نعم الله علينا ويجب أن نحافظ عليه. آخر حاجة، الإكثار من استخدام المنظفات الكيماوية في المنزل، خطأ فقد يؤثر على الأطفال وكبار السن، ما يجب أن لا نزيد من استخدام هذه الأشياء. الموقف الذي أختار الحديث عنه، سنمسح هذا ونبدأ في الموقف الذي أختار الحديث عنه وسنكتبه في المكان العالي هذا حتى يكون عندنا مساحة. نتحدث عن ترك صنبور الماء مفتوحا أثناء تفريش الأسنان. أقول ترك صنبور الماء مفتوحا من الإسراف في استعمال الماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في استعمال الماء، ويجب أن نحافظ على الماء لأنه أساس الحياة، والزراعة
والصناعة والثروة الحيوانية. خلاها هنا كده، هذا الموقف هو الذي نريد أن نتحدث عنه، نجعله في هذه المساحة. أقامت إحدى المدارس مسابقة عن أفضل لوحة فنية تعبر عن البيئة مع كتابة شعار لها، فكانت اللوحتان الموجودتان أمامك من إنتاج طلاب هذه المدرسة، الأولى بعنوان نحمي بيئتنا والثانية البيئة ثروة. أتأمل اللوحتين من حيث دقة الرسم ومناسبة الشعار ثم أبدي رأيي فيهما. نتأمل الصورة الأولى ونبدي رأينا فيها. الصورة الأولى نقول لوحة، نقول اللوحة الأولى لوحة رائعة، فهي توضح التلوث وأنواعه. من دخان وصرف صحي وقمامة ومخلفات مصانع وغيرها، وتطلب منا أن نحمي بيئتنا من هذه الملوثات. هذه اللوحة الأولى، لوحة رائعة توضح التلوث وأنواعه من دخان فوق خالص وصرف صحي وقمامة، شايفين الماسورة اللي بتلقي في الماء والقمامة التي توجد على الأرض ومخلفات المصانع وغيرها من كل هذه الأشياء يجب أن نحمي بيئتنا منها. بعد ذلك ننتقل إلى الصورة الثانية، البيئة ثروة، البيئة ثروة، رأيي فيها. صورة جميلة جدا، فهي توضح أن البيئة ثروة يجب الحفاظ عليها، مثل الأشجار التي تمدنا بالأكسجين والجمال والراحة النفسية. والظل والخشب والعطور والأدوية التي تصنع من بعض هذه الأشياء والمياه التي بها الثروة السمكية والمياه
نتنزه بالاستحمام فيها والجلوس أمامها لنستمتع بجمال المياه والشواطئ. ننزل لتحت شوية حتى أنا ممكن أثبتها كده حتى تروا جيدا. الصورة الأخرى صورة جميلة جدا توضح أن البيئة ثروة يجب الحفاظ عليها مثل الأشجار التي تمدنا بالأكسجين والجمال والراحة النفسية والظل والخشب والعطور والأدوية والمياه التي بها الثروة السمكية. ونتنزه بالاستحمام في عن الصورة فيها شجر وفيها مياه والجلوس أمامها لنستمتع بجمال المياه والشواطئ. نكمل فيها. وأيضا يوجد في البحار اللؤلؤ والأسفنج والكائنات البحرية الجميلة التي نحب أن نستمتع بها من الأسماك الملونة و الدولفين وغيره. إلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس الأول وهو التعبير الشفهي عن المواقف التي أمامنا. العنوان هو إبداء الرأي. إبداء الرأي. في الختام لا تنسوا اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.